التأكيد برضو على كلامي اللي يمكن الخبر اللي جاي معانا، لأن في رابطة ما بينهم كبيرة جدا. لجنة العضوية بالنادي الأهلي برضو برئاسة طبعا الأستاذ طارق أنديل، وعضوية طبعا محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، استقبلت امبارح دفعة بقى جديدة جدا. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده على فكرة، وقلنا إن ما زال هناك طلبات كتيرة جدا لحصول على عضوية النادي، سواء طبعا نتكلم العضوية العامة أو الأفرع. ده قبل طبعا زيادة الرسوم، وكنا نوهنا احنا من فترة على هذا الموضوع، وقلنا إن دي هتكون فرصة برضو للراغب ان هو يحصل على عضويه النادي الاهلي. ففي اقبال عايز اقول لحضراتكم عظيم جدا وكبير جدا للحصول على عضويه النادي والانضمام لعائله الاهلي والاستفاده طبعا من الخدمات المقدمه للاعضاء اللي شفناها والطفره الانشائيه اللي شفناها، كل حاجه. برضو انا بحب دايما اتكلم تاني وناكد على الارض، شفنا كل اللي احنا بنتكلم فيه، كل الوعود اللي احنا كنا بنتلقاها وكل الكلام اللي احنا والخطط اللي احنا كنا بنشوفها من قبل مجلس الاداره طبقت على الارض وموجوده، واي حد دلوقتي يقدر يروح اي فرع من افرع النادي هيلاقيها، سواء فرع الجزيره، فرع مدينه نصر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، كل ده على ارض الواقع. يعني اعتقد ان هو ظاهر بشكل كبير جدا. في الاول والاخر انت بتقدم حاجه بتليق باسم النادي الاهلي وبتليق بالاعضاء وبالجماهير، فحاجه حلوه ان احنا نعرف ان لسه في اقبال شديد جدا وما زال وسيستمر هناك اقبال شديد جدا. طبعا بس ده هيتم بقى بالتنسيق مع يعني اللجنه، لان عشان ينظموها ازاي يعني، فحاجه اعتقد مناسبه جدا. جميل.